تنظيم المكرمين تاعنا في هذه الجمعيه هذه، شنو ممكن تقول لنا على هذا التكريم وخصوصا النجاة بالمناسبه تاع المراه ومع سيدات راقيات بحال الام تاع المرحوم صلاح الدين الغامري سميه وكذا تاع النساء، شنو ممكن تقول لنا بهذا المناسبه؟ أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، وتنشكر جمعية السافرات لرعاية المرأة والطفل على بمدينة فاس اللي بغاو يديروا لها التكريم هذا. وفهذا تكريم ليوسف زروري كرئيس الجمعية الملكية المغرب في أوروبا، هذا ما تيدل على النجاح ديالي وتيدل على واحد المجهودات الجبارة اللي قمنا بها باش الناس يجيو يكرموك. راه ما يكرموكش لله، كاين شي حاجة علاش يكرموك، والحمد لله فشرف لي يكرموني كأحسن أحسن فاعل الخير ومن أحسن واحد تيدافع على الوطن ديالو مع المرحوم صلاح الدين الغماري الله يرحمه ويوسع عليه، وما من احسن يوتيوب 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 كما تقولوا اخت سميره. فشرف لي نكون انني في صف المراه المغربيه او المراه المسلمه او المراه المغربيه اليهوديه. تحيه للجميع. خلاص انت معروف بالاعمال الخيريه وبزاف نتاع النساء عاونتيهم في المسار ديالك، شنو ممكن توجه كرساله للمراه المغربيه؟ والمرأة المغربية راه قبل ما تكون هي جوجة ديالي أو بنتي أو أختي فهي أمي. راه تيقول لك واحد الشاعر من أجل أمي أحترم جميع النساء. فالمرأة المغربية تبقى العالم يفتخر بالمرأة المغربية، ماشي أنا، راه العالم يفتخر بها. المرأة الصبارة، المرأة اللي تتبدا مع الجوج ديالها بالصفر، والمرأة اللي صابرة على الزمان، وراء كل رجل عظيم امرأة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.